هذا الدورة اللي كتعتبر من أهم الدورات من حيث المشاركة، بحيث من المتضرع أنه يكون فيه أكثر من 7000 مشارك، كيما الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمجتمع العلمي. وهي أيضا فرصة لأخذ قرارات لرفع التحديات البيئية العالمية في مجموعة من المواضيع، من بينها طبعا تدبير النفايات، المواد الكيميائية، جودة الهواء والتلوث، الاقتصاد الدائري، التنوع البيولوجي، تعزيز الحكمة البيئية أيضا. وغتعرف أشغال هذه الجمعية تنظيم جزء رفيع المستوى بمشاركة 10 رؤساء الدول أو الحكومات وحوالي 150 وزير من جميع أنحاء العالم. وغيتوج هذه الجمعية باعتماد بيان وزاري غادي يمكن من إعادة الثقة في نظام متعدد الأطراف في سياق عالمي كيعرف مجموعة من الإكراهات. وهذه الدورة مناسبة أيضا بالنسبة للمغرب لعرض تقدم المحرز تحت قيادة رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال المشاريع، مجموعة من المشاريع الهيكلية في مجموعة من المجالات كتدبير المستدام للموارد المائية طبعا، وأيضا المجالات كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وأيضا كل المشاريع الهيكلية اللي كتواكب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.